النقيب محمد خضيرات يشيع في قريته دير السعنة قرب إربد بعد مقتله باشتباكات على الحدود الأردنية السورية، وما هي إلا ساعات حتى فارق الوكيل محمد المشاق بالحياة متأثراً بجراحه في ذات الاشتباكات. وعن تلك الاشتباكات كحدث شبه يومي، فالواضح أن تغليفها بعبارات المتسللين والمسلحين والمهربين بشكلها المطلق الفضفاض دون تحديد المرض والجهات الواقفة خلفها قد يكلف الأردن الكثير، إن كان بشكلها الآني أو بمنظور متوسط لقتل عشرات ومئات آلاف الشبان بالمخدرات. وفي هذا تقول مواقع أردنية نقلاً عن مصادر داخل سوريا إن الفرقة الرابعة بميليشيا أسد التي يقودها شقيق بشار ماهر أسد هي من اشتبكت مع الجيش الأردني قبل يومين وقتلت ضابطاً وأصابت آخرين، وإن عناصر الفرقة الرابعة يعملون في تهريب المخدرات بتوجيهات مسؤوليهم بما فيها عمليات الاشتباك والإسناد إلى قتل ضباط وعناصر الجيش الأردني. ولتبسيط المسألة، فالفرقة الرابعة تعني ماهر وبشار أسد شخصياً، وتعني قتل وتهجير السوريين باعتبار أن معظم عناصرها ينتمون للأقلية الطائفية وميليشيات شيعية لبنانية وعراقية وإيرانية. ودعكم من تلك الخدع أو خداع أنفسكم بالتسميات الشكلية كالجيش السوري والفرقة الرابعة والخامسة وغيرها، فهذه ميليشيا عراقية صهرت بميليشيا أسد ثم يطبل لها في الإعلام العربي وحتى الأردني بمصطلحات عسكرية على أنها فرقة ورابعة. يعني هذه الحقائق لميليشيا أسد وميليشيات إيران ولبنان والعراق واقع كان المفترض بدول الإقليم التعامل معها بمنطق القوة والاجتثاث لا بمنطق الضعف وترك السوريين لمواجهتهم. أما الحقيقة الثانية وبعد تلك المؤامرة لتسليم درعا لميليشيات أسد وإيران، فبانهيار جدار الأردن الشمالي الذي كانت تحميه فصائل درعا والجيش الحر. وعلى سبيل المثال، هذه إحصائية على لسان قائد حرس الحدود حول عمليات التهريب والتسلل عام 2017. 2016 22 و45 شخص، 2017 كانت 4 حالات 9 أشخاص، طبعا نسبة انخفض بوجود شبكة إلكترونية تساعدنا. طبعا هذا قبل ما عرف بمؤامرة تسليم درعا صيف 2018. ومن 4 حالات تهريب وتسلل عام 2017 إلى آخر إحصائيات الجيش الأردني لعام 2021 بإحباط 360 حالة، ما يشير إلى كارثة حقيقية تجاوزت الضعف والضعفين إلى 100 ضعف تقريباً. والسؤال، هل يسعى الأردن لتجريب المجرب؟ والمجرب المعني 11 عاماً من قتل وتهجير السوريين على يد ميليشيات أسد وإيران وتحويل سوريا لأكبر مصنع لإنتاج المخدرات على مستوى العالم وثاني مكب للمتخلفين في العالم بعد العراق ولبنان. وبما أن الثورة السورية لم تنتهي ولن تنتهي، فما الذي يمنع من تدارك الوقت ودعم الشعب السوري وفصائله؟ فالعدو وعد عن جرائمه بقتل وتهجير الملايين يعتقد إيماناً وتعبداً أن المخدرات وتهريبها لقتل الشعوب العربية جزء لا يتجزأ من المقاولة وتجارتها. بالتأكيد التهريب جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة. والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله، والشاهد حبيب الله.